كريستال، اهلا وسهلا فيك بالاول. ميرسي، اشتقنا لك. انا كمان. وشو هالفضل الحلوه. ميرسي، ثانك يو. يعني الموضوع يلي اخترتيه لليوم موضوع حساس، ويمكن من زمان بنسمع هالمقوله وبنقول قد ايه يمكن تطور الطب باشياء وتطوروا الريجيمات والدايتس. يعني بعضهم الناس بخافوا انه اذا وقفوا التدخين اكيد رح ينصحوا. قد ايه مضبوطه هالمعادله؟ هلا مزبوط انه الاشخاص اللي عم بيوقفوا التدخين عم بياخذوا وزن، ولكن لانه ما عم بياخذوا اذا بدك احتياطاتهم، ولا عم بيتبعوا حميه غذائيه او ينتبهوا انه وقفوا التدخين ولكن بالمقابل شو عم بيعملوا. وبهيدا الموضوع اللي رح نحكي فيه اليوم هو تحت نساعدهم انه يقدروا اذا بدهم يوقفوا التدخين ما ياخذوا وزن، وفي حال عم بدخنوا تا يخسروا وزن كمان انه كيف يزبطوا التدخين مع الاكل مع توقيف التدخين. يعني عدة أسئلة أكيد رح نطرح عليك، والمجال مفتوح لكل الأصدقاء المشاهدين كمان إذا بيحبوا يشاركونا بطرح الأسئلة. بس السؤال يعني في أول شيء علميا فيما يخص الجسم، هل السيجارة بتضعف أو بتقطع الإبلية أو بتلغي بعض المأكولات لأن عم ناخد سم؟ مزبوط، عدة أسباب بخلي أنه السيجارة اللي بقلبها نيكوتين تأثر على الجسم، وبالتالي تخلي الشخص المدخن يكون عم بحافظ على وزنه. يعني الشخص المدخن عنده تقريبا 4-5 كيلو أقل من الشخص غير المدخن، ولكن ما بيعرفوه الأشخاص أنه كل ما بيزيد عدد السيجارات اللي بتتدخن خلال النهار كل ما الوزن بيرجع بيزيد. يعني مزبوط انه بتساعدنا السيجارة على المحافظة على الوزن او يكون وزننا اقل، ولكن اذا بدك في ليمت معينة ابتداء من هيدا الليمت ببلش بالعكس التدخين يخلي الشخص يزيد وزنه، لانه بكون عنده مشاكل كمان صحية تانية، بكون مش بس انه عم بفش خلقه بالاكل، بكون عم بفش خلقه اذا بالتدخين بكون عم بفش خلقه بالاكل. سو اذا بدك بكون عنا مشكلتين بذات الوقت، ديبندنسي على شغلتين. ولكن ان جنرال بساعد الاشخاص انه يحافظ على وزن، لانه بدل ما يفشوا خلقهم بالاكل عم بفشوا خلقهم بالسيجاره. وتاثير النيكوتين على الجسم بغير الهرمونات، يعني بيشتغل على الكورتيزول تزيد، دقه القلب بيزيدوا، فالميتابوليزم بيزيد. وهلا كمان بنشوف اكثر بالديتيل كيف تاثير الميتابوليزم بيصير. هلا كريستال عم نحكي نحن عن التدخين، يمكن اول فكره بتجي على بالنا هي تدخين السيجاره يلي هي اسهل شيء، متواجده وين ما كان، سعرها بلبنان والوطن العربي رخيص. يعني ما عم نحكي عن البلدان الأجنبية، نعرف هونيك يعني بيعدوا للعشرة قبل ما يدخنوا مشان المصاري، يعني مزبوط. ما هيدا بيدخنوا. هل زيت الشيء بنحط خانة المدخنين هن مدخني السيجار والأرجيلة بنفس الليفل؟ صح مزبوط، لأنه هون عم نحكي عن كل شيء فيه نيكوتين، وكل شيء إذا بدك التدخين عامة عم بيأثر على الجسم بطريقة معينة، لأنه بيتسلوا بالسيجار أو بيتسلوا إذا بدك بالأرجيلة بدل ما يتسلوا بالشوكولا والتشيبس. بهل إذا بدك من وراء هيدول الأسباب معينة، صح، أو البذورات اللي عادة واحد إذا قاعد بحياة لمحال بكون عم يتسلى فيهم بهيدا الوقت. منين لازم نبلش؟ يعني اليوم هلا أكثر من المدخنين أو من المقربين على المدخنين رح يكونوا عم يسمعوا بشكل دقيق. هلا المشكلة بتصير إنه في بعض الأشخاص المدخنين بخافوا يوقفوا التدخين تما ينصحوا، والمشكلة الثانية والأكثر اللي هي إنه الأشخاص عم بيدخنوا تيضعفوا. يعني عندك مشكلتين بدنا نجرب نحلها. أول شيء للأشخاص اللي عم بجربوا يدخنوا تيحافظوا على وزن، ولازم تعرفي إنه في كتير دعايات انعملت للتدخين اللي هي بتشجع على التدخين للمحافظة على الوزن، وهيك بلشوا الأشخاص يعني عن سيجارة بدل جاتو أو بدل شيء طيب. مزبوط، خاصة للنساء. يعني قد ما كانوا في فترة النساء بخافوا على وزنهم، طلعت واحدة من البراندز اللي مش رح نقول شو اسمها تبع السيجارة تفرجي انه you can reach for a cigarette instead of a sweet، يعني ناخد التدخين بدل ما ناخد شوكولا. واكيد هيدا الشيء كتير خطأ، مش بس عم نضر صحتنا كمان عم بيأثر على الدهون اللي بجسمنا. لازم نعرف انه اذا مندخن مزبوط وزننا اقل، ولكن الدهون اللي بقلب البطن اللي منسميهم الفيسر الفات او الابدومينال فات هن اعلى عند المدخنين مقارنه عند الغير مدخنين. ومحيط الخصر
أكبر عند الأشخاص اللي بدخنوا من الأشخاص الغير مدخنين. يعني مش بس نتطلع على الوزن، لا، نفوت أكثر بالعمى. محيط الخصر بيكون يعني أوسع، يعني هذه كمان شغلة ملفتة كتير مهمة هذه الشغلة، لأنه التدخين بتأثر على الإنفلاميشن بالجسم، كل شيء التهابات خاصة اللي بتحصل إذا بدك داخل الأبدومينال أريا، يعني مثل ما بنقول الدهون السيئة. يعني صح، مثل ما بنقول الدهون السيئة بتزيد لنا، خاصة الدهون الموجودة بمنطقة البطن هي مضرة، لأنه بيصير في إنفلاميشن، في عنا هرمونات بيتغيروا، زيت الشيء النيكوتين بيأثر على هيدول الهرمونات، بخلوا تكتيس الدهون يزيد بمنطقة البطن. قبل كنا نسمع أوقات إنه اللي بيدخنوا أرجيلة بيكبر بطنهم، بس كانوا يقولوا السبب لأن مثل واحد عم بيفوت هواء بشكل مستمر مثل يلي بيعلق بالعادة، بس هون عم نحكي على معادلة تانية، يعني تراكم الدهون من خلال المدخنين. بس اللي ذكرتيه قبل شوي إنه واحد يستبدل السيجارة بقطعة حلو، يعني بنحس هيدي جريمة بحق الصحة. بس هل ضرر السيجارة أكتر ولا ضرر قطعة حلو أكتر؟ اثنينهم بضروا. هلا اثنيناتهم بضروا، بس لا اكيد قطعه الحلو مش هالقد مشكله كبيره. اذا نحن كنا عم نعمل دايت او عم ننتبه على اكلنا واخذنا قطعه حلو، اكيد افضل بكثير من انه ما ندخن، لانه التدخين بياثر على وزننا، على الدهون تبعنا مثل ما شفنا، وبياثر على صحتنا، كان الرويه، القلب، الكانسر، يعني كل هيدول المشاكل. اكيد اذا بدك الشخص لما يقرر انه يوقف التدخين افضل بكثير من انه يلجا للتدخين حتى يخفف اكل ثاني. كم كيلو ممكن ياخذ الشخص بشكل عادي تما يخاف كثير من الفكره وبعدين يشوف قد ايه بده وقت شيلون. صح، هلا الخوف هو اكبر بكثير من بالواقع قد بياخذوا وزن تطبيق، يعني صح، مشان هيك لازم يعرفوا انه ما يخافوا انه منهم هالقد الكيلويات كتار، واذا انتبهوا مش رح ياخذوا ابدا. يعني في اشخاص فيهم يوقفوا التدخين من دون ما ياخذوا وزن ابدا اذا انتبهوا على التبس اللي رح تعطيهم اياها، ولكن الاشخاص رح ياخذوا 4-5 كيلو اذا ما انتبهوا. ليه؟ لانه السيجاره بتسرع الميتابوليزم 10%، بالتالي بتساعد الشخص انه يحرق 200 كالوري. سو كانك عم تعمل رياضه وبتحرق فيها 200 كالوري، هذا الشخص اللي عم بدخن تقريبا عم يحرق 200 كالوري. كم بالنهار سيجاره تيخلوه يحرق تقريبا هلا؟ تقريبا من 10-15 سيجاره بالنهار. وهيدا الشيء هو الفرق اللي بيصير، انه لما واحد بيوقف التدخين هال 200 كالوري اللي كان عم يحرقهم من خلال التدخين ما بقى عم يحرقهم، اذا اكل زيتهم بالاكل. صح، او بالاكل او بالرياضه، فهيدول الشغلتين اذا ضبطهم اللي هن 200 كالوري ما بينصح. وعاده زياده الوزن بتكون اول 6 شهور، بعدين اذا بدك بيرجع برجلج الجسم، الميتابوليزم بيرجع مزبوط وبيصير الشخص مشي مزبوط. وعاده اللي بيصير هن اكثر شيء اول اسبوعين، فمرات الأشخاص بياخدوا وزن نتفة مثلا كيلو أو كيلو ونص، بقولوا إذا بأسبوعين هيك زدت كيف رح يصير بعدين، ولكن هذا الشيء مش مزبوط، مش يعني أنه رح يضلوا عم بيرجع يزيد بشكل إذا بدك مستمر على طول. لا مزبوط، لا، هو إفاز صغير وبسيط وعلى مدى كتير قصير، وإذا انتبهنا عليه فينا ما نزيده نتخطي. أو التدخين ولا المشكل الأساسي ولما يوقفوا التدخين، يعني قدي حضرتك ذكرتي أنه يمكن التدخين بيخلي الدهون تتراكم على الخصر، بس يوقفوا التدخين أول منطقة بتبين فيها النصاحة كمان الخصر، بحس الرجال عمل كرش والمرأة بيّن بطنها، يعني كيف ما برمناها هالمنطقة عم بتضلها صعبة. ليه برأيك؟ من نوعية الأكل، يعني إذا هو هذا الشخص دخن قلنا أنه رح يكدس بالبطن، ولكن إذا وقف التدخين وبلش ينزل بالحلويات والشيبس المقلي اللي هو كمان نشويات، بالتالي كل شيء عالي بالكربوهيدرات بيأثر على الدهون بمنطقة البطن. مشان هيك بدنا نلجأ لسناكس ما يكونوا عاليين بالوحدات الحرارية ولا الدهون ولا الكربوهيدرات، تحت ما نرجع نكمل تكديس الدهون بالبطن. فنلجأ للسناك مثلا حبة فواكه، نتفة مكسرات، جوز أو لوز، أو حتى ناخد كاسة لبن، نروح صوب القصص الصحية حتى ما يزيد وزننا ويزيد الدهون. لما نحكي عن معدل توقيف التدخين نصاحة، هل الرجال أكثر عرضة للنصاحة من النساء؟ وهل الأكبر سنا هن أكثر عرضة ولا شو؟
في عدة إذا بدك عوامل بيأثر على إنه مين رح ينصح أكثر. هلأ إذا الرجال وعادة الرجال بدخنوا أكثر من النساء، بالتالي إذا بدك عندك ريسك أكثر إنه الرجال ياخد وزن من المرأة، بس الشيء اللي بيسعفه للرجال إنه عنده عضل أكثر. ولكن بدنا نقول إذا هو عم بدخن أكثر هو اللي رح ياخد وزن أكثر، لأنه رح يعوض هذا الشيء بالأكل. وفي سبب تاني اللي هن اللي عندهم أوريدي زيادة وزن أو نقص بالوزن، فرجت الدراسات إنه هيدول اثنين كاتيجوري من الأشخاص هن الأكثر شيء رح ياخدوا وزن. وللأسف للأشخاص اللي عندهم إذا بدك السوشيال إيكونومي تبعيتهم شوي واطي، عم بتفرج إنه كمان إنه هيدول الأشخاص عم ينصحوا أكتر بركي من وراء خياراتهم السيئة اللي ما بتكون مظبوطة، أو لأنه ما بيكون عندهم محل بركي جيم يقدروا يروحوا يعملوا رياضة. يعني في كتير أسباب بتفوت بالدق بتخلي هيدول الأشخاص إنه ياخدوا يعني وزن هن أكتر بركي مقتدرين أقل مديتهم مظبوط. أنا وقت نفكر إنه يمكن ينجبروا يمشوا أكتر، يمكن ما يعطوا فالي سيارتهم فالي باركينج تيوفروا يوقفوا محل بعيد. ولكن بمحل تاني مثل ما ذكرت يمكن نوعية الأكل يلي بيشتروها صح. الواحد يشبع تكون مزبوط. بتنصح مزبوط. أكتر يعني هي القصة مشعبة كريستال منا هينة وبتفزع الكتار، ودايما بيقولوا قرار وقف التدخين هو قرار، يعني بدك أنت تكون عبالك ما بقى تدخني انه ما بيكفي لانه بدك تنصحي او بدك تضعفي. وذكرت عامل الرياضه، بنحس وكان واحد عم يعمل نفضه بحياته انه وقف تدخين وعم يعمل سبور. هل مع بعضهم بيمشوا دغري ولا بده واحد وقت لينظف جسمه تحس حاله اهل للرياضه لان يمكن نفسه بينقطع؟ هلا افضل شغله مثل ما كنت عم تقولي ياخذ قرار ويمشي فيه. دراسات فرجت تتقارن بين الاشخاص اللي وقفوا دغري التدخين والاشخاص اللي وقفوا تدريجيا، يعني صاروا يخففوا من 20 ل 15 ل 10 سيجاره بالنهار. فرجت الدراسات انه افضل نوقف نهائيا، لانه هيدي الطريقه الوحيده او الاكثر اذا بدك مناسبه للشخص حتى ما يرجع يدخن. سو اول شيء من وقف تدخين نهائيا منقول فجائيا صح، هذا هو القرار. واكيد هذا القرار لازم يكون نابع انه من الشخص، قد ما الاشخاص حواليه رح يقولوا له واقف تخان. اذا هو ما اقتنع ما رح يقدر يعمل كل هالتغييرات بحياته الثانيه حد التدخين. وبذات الوقت انا بنصح الشخص يمارس الرياضه دغري يعني يلهي حاله تيحس دائما بالنتيجه الحلوه عليه. صح، الرياضه كثير مهمه، اولا بتساعده انه ما ينصح، سو رح يتشجع انه يكمل بتوقيف التدخين. بذات الوقت اذا كان بفش خلقه عاده بالسيجاره وتما يفش خلقه بالاكل رح يفش خلقه بالرياضه. وبذات الوقت نحن بنعرف انه الرياضه بتفرز بالجسم هرمونات اللي هي بتحسسه انه مبسوط، بالتالي هذا رح يحسسه بالراحه وبساعده، يعني الاندورفينز بيصيروا يفرزوا جسمه بطريقه انسب، ما بعود معصب. بتعرفي الشخص اللي بيوقف التدخين بيصير يعصب، بيعمل ستريس، بتحسي انه عم ببلش يتخلص جسمه من هالادكشن، لانه هيدا نحن بنسميها اتس ان ادكشن مثل غيره من الادكشن. في شيء بيساعد الواحد ينظف جسمه يمكن اذا شرب لبن، اذا شرب حليب، هل في بعض المأكولات يلي بتنظف الجسم بشكل اسرع؟ اكيد كل شيء فواكه وخضره لانه فيها فيتامينات ومعادن. عاده التدخين بنقص لنا الفيتامينات بجسمنا، وعاده لما مندخن بيصيروا هيدول الفيتامينات يجربوا يحاربوا التدخين، فعم بيروحوا لا إذا بدك الفري راديكلز اللي عم بيخلقون التدخين بالجسم. فلما نحن نوقف تدخين أو حتى كمان الأشخاص اللي عم بيدخنوا والما بدهم يوقفوا تدخين لازم يزيدوا الفواكه والخضرة حتى مفعول التدخين يصير إذا بدك نيوترال مع مفعول الفيتامينات والمعادن. أكيد الشرب الماء كتير مهم حتى نظهر التوكسينز من جسمنا، وما نحط كتير ملح تما يعمل جسمنا ووتر ريتنشن ويخلي هالتوكسينز بجسمنا. والرياضة بتساعدنا كمان إنه نعرى، بالتالي كمان كل شيء سموم من جسمنا رح يظهروا من خلال البشرة. نعم، يعني عم ذكرت الملح يلي هو بسموه السم الأبيض مثل السكر. ولكن الملفت أنه بكل الدراسات بيثبتوا أنه التدخين بيخلي الواحد يكون يعني أكثر شيخوخة بوقت سريع، بوقت كمان السكر
بيعطي النتيجة ذاتها. فشو هالرابط؟ يعني كارثتين على الجهتين. مزبوط، التدخين، الملح، السكر، كله هيدول بيؤذوا الخلايا وبيخليها تشيخ أسرع من غيرها. يعني التدخين نحن بنعرف حتى بسبب الموت المبكر، بالتالي يعني قد ما فينا نبتعد عن هيدول إذا بدك الأكل السيء والعادات السيئة من التدخين، حتى قد ما فينا ما الخلايا تبعنا يشيخوا أبكر ونخليهم يضاينوا، لأنه كل شيء رح ندخن على جسمنا سيء رح يأذلنا إياه ورح يستخدمهم، بالتالي بدنا نجرب إذا بدك نحافظ عليهم حتى ما يصير في عنا هيدول النتائج، خاصة على البشرة. إن كان التدخين والملح والسكر تلتتون بأسروا على البشرة، بيصير في عنا تجاعيد أكتر، وبتصير إذا بدك الإلاستين والكولاجين اللي هن بروتينات البشرة يصيروا عرضة لأنه يتاكلوا من وراء التدخين. البشرة هيدي بشكل كتير مهم وواضح، والسنان لا بنعرف قد كمان المدخن شو في تأثيرات سلبية، والسكر على الأسنان، يعني من هن نحن وأطفال ونحن بنسمع نفس صح الأسواني. يعني هو قرار مثل ما قلنا مش بس واحد قصة نصاحة وضعف، قصة انه عم بنظف جسمه كليا وعم يرجع لصحة سليمة. هلأ إذا بده يمشي برجيم، شو أضبط رجيم تيكون، حتى لأن ممكن بيدخن وعنده وزن زايد، مش بالضرورة يكون انه وزنه مثالي، أي نوع رجيم هو الأنسب لما واحد يوقف تدخين؟ بدنا نهتم بالسناكس، لأنه هون إذا بدك نقطة الضعف تبع الشخص المدخن. رح نحكي عن الدايت تبعه، بس رح نبلش بالسناكس. لازم نأمن له سناكس حتى يقدر يفش خلقه بشي بديل السيجارة، ولأنه أكيد بده أنه يتناول أنواع معينة من الأكل بين الوجبات الرئيسية. فهون بدنا نشجعه أنه يتناولوا إذا بدك الفواكه المجففة، الفواكه الطازة، بركي كباية عصير، خاصة بقلب فيتامين سي، لأنه الفيتامين سي مهمة للمدخنين وللعم بيوقفوا التدخين وبدون يظهروا كل هالتوكسينز من جسمهم. نتفة كورن فليكس بيكونوا أكتر إذا بدك موجهين صوب البروتين، يعني فيه يأكل قطعة جبنة مع خيارة أو بندورة، أو يعمل صحن سلطة مع نتفة بروتين بقلبها، إن كان نتفة تونة حتى لو كان سناك، لأنه هو بحاجة ليأكل شوية أكتر، فما يخافوا أنه يأكلوا وجبات أكثر ولكن كميات ونوعيات منيحة. كريستال بيدروس، يوم بعد عنا عدد من الأسئلة، إنما نحن وياك والمشاهدين نتوقف مع بريك إعلاني ونرجع نتابع وعم نحكي عن الرجيم المرافق لوقف التدخين. اختصاصية التغذية كريستال بيدروسيان بعدها بضيافتنا، وبالفصل الأول حكينا عن عدة نطاق متعلقة بالأشخاص اللي بوقفوا التدخين وبزيادة الوزن أو بعدم زيادة الوزن، يعني حسب ما حفظوا وجربوا يطبقوا يلي ذكرتي. بس خليني افتح هيك هلالين، بما أنه شهر رمضان المبارك أصبح على البواب والعد العكسي مستمر، يعني كمان كيف ممكن يتعاطوا مع الفكرة إذا قرروا تعرف يعني أكيد خلال وقت الصيام ما بيدخنوا، فكيف بالتالي بيقدروا يكملوا بطريقة أسهل؟ هلا أكيد بننصحهم إنه يستفيدوا من هيدي الفترة تحت عن جد بركي يوقفوا التدخين، لأنه عم بيبقوا ساعات طويلة من دون التدخين، بالتالي عم بيعودوا جسمهم ما يدخنوا، وهذا الشيء بيقدر يساعدهم إنه يضلوا مكملين وما يدخنوا يرجعوا عشية. عادة الصيام بخلي الميتابوليزم شوي يبطأ، وإذا كمان عم بقرروا يوقفوا التدخين رح يبطأ شوي أكتر، ولكن هيدا ما منه سبب تحت ياخدوا وزن. يعني مع تناول إذا بدك طعام مناسب ومع ممارسة الرياضة اثنيناتهم بيقدروا يساعدوا الأشخاص اللي بدهم ينتبهوا على وزنهم ويوقفوا التدخين بذات الوقت. ما ننسى أنه كمان توقيف التدخين بيجي مع وجع راس، ولكن إذا رجعنا دخلنا عشية وعبكرة ما رجعنا دخلنا، هيدا الشيء ما بساعدنا. فعن جد هيدي الفترة خلينا نستفيد منها حتى ناكل أكل مناسب وصحي، نوقف تدخين، نوقف كل العادات السيئة اللي منعملها، وأكيد نمارس الرياضة من بعد فترة الإفطار. نعم، ذكرتي وجع الراس اللي هو بس يوقفوا السيجارة، ومعروف أنه حتى لما يوقفوا القهوة كمان ممكن يوجعون راسهم، أو على الأكيد رح يوجعون راسهم. فدائما بيقولوا أول كم يوم
يوم اثنين ثلاثة بيمشي الحال بهالكافيين، ببطل الجسم معود عليه. هل النيكوتين بده نفس الوقت تحسي ما بقى فيها المفعول لوجع الراس؟ حسب قدي الادكشن كانت موجودة، قدي الشخص معود انه يدخن. اكيد كل ما بدخن اكتر وكل ما كل ساعة بدخن اكيد هيدا وجع الراس رح يزيد. في عندك اشخاص عرضة لوجع الراس اكتر من غيرهم، يعني في اشخاص ما فيهم انه ما يصير عندهم وجع راس، ولكن ضروري نعرف انه التدخين لما مندخن هيدا واحد من الاسباب تبع وجع الراس. يعني السيجارة من ميل بتخلينا انه يوجعنا راسنا، واذا وقفناها كمان بيجعنا راسنا، ولكن لاسباب اخرى اللي هو العادة او اذا بدك الادكشن والتخلص من التدخين بسبب وجع الراس. لذلك هيدا سبب اخر بيدفعنا انه نوقف تدخين. كل الاشخاص اللي عندهم مايجرين ووجع راس تنشن هيديك، كل هيدول واحد من اسبابه هي التدخين. واذا عن جد بنلاقي بحالنا بنلاقي انه مزبوط التدخين، ممكن واحد يرجلج ويتاقلم تا ما يعود يحس بهالعوارض، يعني يعتبر حاله مريض ولو قضى وانزعج بس بيعرف انه بعدين مش الحال. ليك اول جمعتين صعبين ولكن بعدين خلص، يعني انه بتهي يعني الشغله، يعني هيدا الماكسيموم فينا نقول جمعتين رح بيكون صح. وخاصه بهالجمعتين معقول يبلش يحس حاله انه يي بدي اكل، شو عم بيصير، معصب، ولكن ستيب باي ستيب ونهار ورا نهار رح يحس انه كل هدول العوارض عم بخفوا وراحوا، اللي هو عوارض طبيعيه من توقيف التدخين. يعني هي سيركل بتصير انه بيعصب بيدخن بيدخن بيرجع بيعصب من حاله. بس في كمان من الأسباب اللي بتدفع الأشخاص للتدخين، ويمكن لو ما كانوا هن مدخنين الزهق، وبتحسي قد ايه النسبة على البحر بتزيد، يعني حتى اللي ما بيدخن بصير يدخن بقول بدي اتسلى. مظبوط. فهي كيف كمان بدهم يتعاملوا معه مع هالأمر بحال قرروا وقف التدخين؟ لأنه التدخين توقيفه بسبب زيادة الوزن من وراء عدة أسباب، سو دائما لكل شخص بنشوف شو كان السبب أو شو هو التدخين بالنسبة له. لبعض الأشخاص مثل ما عم تقولي عن جد بدخنوا لأنهم زهقانين، فهون بدنا نشتغل لهم على الزهق، إنه فيهم يقروا كتاب، فيهم يمارسوا رياضة، وفيهم يتسلوا بأنواع معينة من الأكل. يعني إذا عم زهقانين وبدهم يدخنوا فيهم يكونوا زهقانين ولكن يتناولوا الخيار، الجزر، الأرنبيت، يعملوا لهم صوص يكون لايت. هالتسلية إذا بدك، وخاصة لما بتتناولي أكل مع هالموفمال ورا بعضه مثل التدخين، بتكوني عملتي استبدال من شيء غير صحي لا تناول خضار وفواكه. البزر مقبول فكرة انه هو هيتسلى بالبزر احسن من التدخين. احسن من التدخين فينا البشار كمان، وهذا شيء كتير مهم، لانه واحدة من اذا بدك الادكشن عند الشخص انه في شيء بين ايديه. منشان هيك مرات بقولوا له حمل قلم او جيب هيدا السيجارة الالكتريك ما بتكون عم داخل شيء، لانه الشخص معود انه يعمل هالجست، فشوي شوي اذا بدك بيتخلص من الادكشن الفيزيك والادكشن اذا بدك النفسي والادكشن تبع الجست اللي بيعمله بس بيده، وبصير يتعود. يعني كل الاشياء بتصير تزبط اكثر. طبعا المدخن بتطلع ريحته دخان، وبالتالي ريحه نفسه دخان، فرح تطغى على كثير من انواع الاطعمه والطعمات الطيبه. بس يوقف هونيك بقى بصير يستدوي اكثر. شو لازم يعمل؟ مزبوط. كمان عندك سبب، يعني تخيل قد ايه متشعبين اذا بدك الاسباب. من بيناتهم تغير الطعم التم، لما الشخص بدخين طعم التمه بحس بمرورة، وبالتالي الأكل بالنسبة له ما بيكونوا طيبين مثل الأكل عند الأشخاص الغير مدخنين. ولما يوقف التدخين رح يحس بالفرق، رح يحس أنه عم بيستلذ أكتر بهالأكل. من هون يعني منقول له نبسط بال أو حدا بيعمل أكل مش طيب كمان بيساعده هيدا الشيء، بيستبدل بدل التدخين أكل مش طيب، ولكن منجرب نقول لهم أنه يستفيدوا أنه عم بيبلشوا يستطعموا أكتر، ولكن ما يزيدوا. يعني إذا انتبهوا على النقطة بتحسي انه رح يرجعوا ينتبهوا ويخففوا اكلهم، يعني يعرفوا انه هلا طعمه الاكل رح تكون اطيب بالنسبه لالهم، وينتبهوا على هيدا السبب حتى ما ينصحوا. نعم، نحن ما رح نشجع ابدا على التدخين، ولكن شو الاكل يلي بيقدر واحد ياخده او العصير يلي شوي بينظف طعمه التم للمدخنين؟ هل ممكن اذا اخذوا شيء في خل، في حامض، لبن؟ عاده كرمال رائحه الفم مثل ما بنقول، عاده بيقولوا نعناع او بقى
البقدونس، لانه البقدونس بتعمل اذا بدك تعمل نيوترال بالتم، والنعنع لانه قوي ومشان هيك في علك كثير على طعمات نعنع بيساعدوا هيدا الشيء. ولكن كرمال تظهير التوكسينز، او بركي مش رح نقول توكسينز قد ما رح نقول شو هن احتياجاته، هو بحاجه لفيتامين سي اكثر. يعني عاده الرجل الغير مدخن مثلا بحاجه ل 90 ملي جرام من الفيتامين سي، رح يصير بحاجه ل 35 ملي جرام زياده. كل شخص بدخن بده يزيد الفيتامين سي باكله، اللي هو تقريبا فينا ناكل او نشرب نص كبايه عصير برتقان بتوازي تقريبا 35 ملي جرام، بكون عم بعدل الشيء اللي عم بينقصه من ورق التدخين، اللي هو اكيد بحاجه له. صح. طبعا نحكي نحن ارشادات بتنطبق على كثير من الناس، ولكن دائما في نسب، في بيقولوا نسب للاشخاص اللي اذا وقفوا التدخين بينصحوا، قد ايه نسبتهم؟ 4 لـ 5 يعني اغلبيه. يعني واحد بيكون فلتت شوط. مزبوط. منشان هيك عم نحكي عن هذا الموضوع حتى نغير هيدي المعادله وما نخلي الاشخاص انه ينصحوا، لانه فيهم يكونوا كلهم من هالواحد على خمسه بدل ما 4 لـ 5 اللي هو اكيد برسنتج كثير عالي. ومنشان هيك فكره توقيف التدخين مع زياده الوزن ضروري نحكي فيها حتى ما ناخذ وزن، وانتم قادرين انه ما تنصحوا. اكيد. طبعا دائما نصايح اختصاصيه التغذيه مثلا بيقولوا اذا واحد بده يعمل رجيم ويضعف ما يجيب اشياء طيبه على البيت، ولا بده يحرم كل افراد العائله، وبالتالي يعني ما معقول تشوفي حدا عم ياكل شوكولا وانت تتفرجي. في شيء سبورت يعني فينا نعتبره له علاقه بالنفسيه كمان نقدر نساعد الاشخاص اللي عم يلون يوقفوا التدخين؟ يعني اذا ولعنا سيجاره بنكون عم ننصف الخبريه قدامهم؟ اكيد. مثل ما الشخص لما بيعمل دايت كثير بيقدر يتاثر من الاشخاص حواليه ويخلوه انه يتشهى، زيت الشيء للتدخين. بالتالي لكل الاشخاص اللي بيعرفوا حدا عم بيجرب يوقف التدخين لازم يساعدوه، لانه اذا بدك الثيرابي سبورت ثيرابي كثير مهمه. عندك كثير بامريكا وحتى بيوروب في عندك اذا بدك كوميونتي بيفتحوا بلوجز، بيفتحوا اذا بدك ويب سايتس كرمال يحكوا مع بعض الاشخاص اللي بيكونوا بذات الحاله تيساعدوا بعض، وبالتالي هيدا الشيء كثير بينجح. فرجت الدراسات انه الاشخاص اللي بدهم يوقفوا التدخين وعنده سبورت الاشخاص مثله عم بيوقفوا التدخين وسبورت من العائله تبعيته واصحابه، اكيد كثير بيساعده هيدا الشيء. لانه تخيلي هو عم بيوقف التدخين واصحابه بده يروحوا على محل في ارجيله وتدخين، هيدا الشيء ما بيتقهر ما بتعود تصبر. مزبوط. اكيد هيدا رح يعمل له تمبتيشن زياده وما رح يساعده. فبالتالي لازم يزيح عن كل القصص المعقوله تخليه يغلط او يوقع، لانه سيجاره واحده كافيه انه يرجع يدخن، مثل تناول القهوه. او اذا هو عاده معود انه بيشرب القهوه وبذات الوقت بدخن، فهون لازم ينتبه من القهوه تحت ما يطلع عباله يدخن. يعني كل شيء بذكره بالتدخين يجرب شوي يزيح عنه. نحن وصغار كنا ناخذ هيك شقفه من العريشه كلنا جربناها هيك نولعها، انه قال نحن مثل الكبار عم ندخن سيجاره. ما بعرف اذا هيدي ممكن تكون من النصايح اذا ليو شي عريشه اصلا، يعني كانهم عم بيدخنوا. مزبوط. هو ذاته مثل فكره القلم اللي كنا عم نحكي عنه او بركي الكاروتس او الجزر. لا بس هذيك عم بتطلع دخان فيها لذه اكثر كمان، لكنها يروحوا قليل عم يشوفوا انه عم بينفخ عليها لتنجلي مثل ما بيقولوا. طب بيقدر واحد يوقف تدخينه يضعف؟ يعني يكونوا مع بعض، مش انه يقول بس بدي مرحله انتقاليه ولو نصحت شوي. هلا عادة بوقفوا تدخين بقولوا يلا بدي غير كل شيء بحياتي، بوقف تدخين وبدي بلش ممارسة الرياضة وبلش اضعف واعمل دايت. ولكن بالنسبة لإلي واحد بيحمل 10 بطيخات بيقع كلهم وما بيعمل شيء. بالتالي يمشي احسن ورا هدف ورا الثاني. كافي بس انه يحافظ على وزنه ويكون عم بيوقف التدخين، هيدا بعده أحسن من إنه يعمل كل شيء ويرجع يوقف بعد جمعتين. يعني دائما نروح صوب الأهداف الصغيرة اللي بنقدر نوصل له بسرعة، بدل ما يكونوا 10 بذات الوقت رح يكون التارجت تبعه وصله بطريقة أفضل، وبالتالي إذا بدك الريلابس أقل إنه يرجع يدخن ويرجع ما يتناول الأكل. سو إلا إذا كتير قوي الشخص ومندفع وعنده كل الأهداف والسبورت اللي كنا عم نحكي عنه بيقدر يعمل هيدا الشيء. اكيد يعني هيدا السبورت اللي حكيتي عنه كثير مهم، لان
من أهم الأسباب أصلاً، لأن بده يكونوا كلهم داعمينه لحتى يوقف، إن كان لصحياً، ما حدا بحب يشوف أشخاص بحبهم مدخنين، لأن دائماً ارتبط التدخين بوزارة الصحة تحذركم من مدار التدخين، وعملوا لها نكتة بالمقابل إنه ليه ما بيحطوا صورة دبدوب على الشوكولا، لأنه هون في خطر الموت وهون في خطر النصحة. لنرجع نحن وياك كريستال هيك لتيبس تا ما يكون نسينا شيء، شو ممكن نقول للأشخاص اللي عبالهم يوقفوا تدخين وخايفين ينصحوا؟ أهم شيء دائما نخلي بالبيت وحوالينا وبالمكتب وبالسيارة سناكس يكونوا صحيين، لأنه رح يطلع عبالنا ندخن، يعني مش نقول لا نحن كتير قوية ومنقدر إنه من دون ما نتناول أكل صحي، لا خلي السناكس الصحيين، لأنه مرات رح نكون طالعة بالنا نلجأ لهالكمفورت فود، فبدل ما نلجأ للشوكولا وتشيبس يكون عم نلجأ للسناكس اللي عددناها ولقلنا أنها كتير صحية. شرب المي كتير مهم وما حكينا عنه، ولازم يشربوا حتى أول شيء كمان يحسوا أنه عم بيعملوا شيء، عم بيشربوا عم بيعملوا هيدريشن لجسمهم، خاصة لما بيوقفوا التدخين بيكون عم بيدهر جسمهم هيدول التوكسنز، فبنكون عم نساعد حالنا بذات الوقت اللي ينسون الببونيش كلها كمان بتفيد أفضل من القصص اللي فيها كافيين، لأنه يعني عواملها بتكون أفضل على الجسم. ممارسة الرياضة تما يكون كل إذا بدك الفرس عم نحطه بمحل واحد اللي هو الدايت، فخليه يكون 50% 50%، ما يكون الدايت كتير قاسي، فنعمل رياضة يعني. صح، نعمل رياضة وبذات الوقت ننتبه على أكلنا. نتمنى ما نكون نسينا شي نقطة مهمة، وإذا نسيناها أكيد بلقاءات جاية. كريستال بدروسيان أخصائية التغذية بنلتقى فيك وبنتفصل. شكرا لإلك.